الباقي معكم كيزين دو شازا. اليوم جبت لكم هاد البولب اخطبوط قرنيط، شوفوه شحال شباب فريشك، شوفوا دوك العوينات ديالو الله الله. هذه هي ليسونسيال كي تشروه لازم تتحقوا بلي راهو فريشك باينه من الريحه، كيما هذا راهو يبري ما عندوش ريحه قاسحه، يعني الحق كيما يقولوا بونسون دو جوغ. هذه هي دونك انا حنوري لكم كي جست، قلت علاش ما نشهش وندير اون فيديو كيفاش نورو المبتدئات ولا اللي ما يعرفوش كيفاش نقول البوبل. يتكون هو من دو بارتي، عندنا عينيه وهذا يقولوا لو مونطو تاعو فيه الاحشاء ويتو، وعندو هاد لا بارتي تاع هاد الرجلين تاوعو معروفين تاع الاخطبوط بهم اللي يسقف في الغوشي ولا في الفريسه ديالو، دونك سي لي تونتاكول. هادو هما حنا واش نديرو، نقسمو هنا نحكم، راكو تشوفو هنا وين هنا وين العين، هنا نقسم بسم الله الرحمن الرحيم. ها ياك نسبق في راسو، دورو هنا تصيبو سي تشو بوش. واش ديرو، قطعو هنايا، ردوا بالكم برك الموس هادي ساعات تصيبو هذيك لا بوش هذيك ترتقد، كيما هنا ما ترتقدش اللي فيها الحبر اللي فيها لونكر وسيلة الدفاع ديالو. هنا كاع احشاء وشوفوا جبدوها لك باش تقعد لي غير هاد الشحمه هذيك ما يقولوا البيضه. بسم الله من بعدا نجي هنا نحو كلش، لازم تقعد هذه وحدها هاي ليك، راكم تشوفوا هاد لا بارتي يعني لي سونسيب ولا معيافه ولا معياف غير ما يمسش. هاي هذا واش نرمو هاملك عينيه والاحشاء ديالو، تقعد لي هاديه نقيها بعد ما نقيناها، ومن بعد بيان سور كي يتغسل يتغسل وكي نغلوه. يعني اليوم حندير لكم فيديو برك كيفاش نقوه، مازال ما نوري لكم كي نغلوه وكي نطيبوه، ندير فيديو واحد اخر. دوك نجو لا بارتي هاديه تاع لي طونتاكول، دونك شوفوا قلبوا كاينه هاد الجهه هادي البيطه وكاينه منا، شوفوا راكو تشوفوا هاد النقطه الكحله شغل سي هذا يقولوا له لو باك، ديروا يدكم هنا هنا و يعني لازم شويه فرصه، شوفوا عبزوا فوالا فوالا زيدوا نشوفوا لا ثاني كاين اي مازال هاي ليك لا دوزيام، يعني لازم شويه فرصه فوالا هاي فوالا هادي ها دوقا كي طبعت ما كاين والو هايلك ها دوقا انايا شو من بعد يجيني في هايلك بعدا شوفوا هادي نحوها كاريمو ها نحوها ها بعد لكم انفيد. دوقا انا نشلو نخليه في الكسكاس يتصفى هاد الجلد هذا، ومن بعد نوري لكم كيفاش يتنحى. حنعطيكم اون استوس، الا طيبوه اليوم بالذات يجيكم عاصي ويبطلكم في الطياب. لي بيشور كي يصيدوه باش يجيهم طري يطيبوه لو ميم جوغ، شغل يحطوه مع الروشي مع عصا ويخبطوا يخبطوا هذاك الاخطبوط باش لي فيبغ تاعو يولوا طريين، وكي يطيبوه يجي فاسيلمون. بيسك انا هنا ما نقدرش نخبط هنا في الكوزينه، هذه طابله ماشي روشي، انا نغسلو نحطو في الكسكاس يقطر ونديرو نقطعو بيان سور ديجا دوك نقطعو ها حكمو وين هذاك هذا لو ميليو فوالا دو بارتي فرقتهم ونحطو في ساشي في الكونجيلاتور مدة 48 ساعة يتعاودو تجبدوه ابخي 48 ساعة ديكونجلوه يطيب لكم فاسيلمون ويجيكم هايليك. هنايا راني نشلل فيه باش نوري لكم تاني واحد الحاجات تنحوهم تحت الماء، انا هذه خلاص راني نقيتها هايليك. دوك نوري لكم لا بارتي الاخرى هنايا، راكو تشوفوا هاد لي فونتوز تاوعو فيهم هاد الكحل
كتشوفوا هذا عبزو ها تحت العين يخرج ما تخلوهش هاديك شوف شوفوا هاكا عبزو غير خفيف وبيديكم هاكا كرطو يتنحى هالا هانيك اون ابوي سي بون هانيك هادي هنا نحطوه في الكونجيلاتور مدة 48 ساعة ونطيب نجبدوه ونطيبوه نسيت نقول لكم على هذيك لابوش هدية هي من داخل بيطة نسيت نقول لكم كي نغسلوها تنحو هاد الجلدة كي تكونوا تشلو تحكموا موس ديروا هكا كيفاش يقولوا تيت انسيزيون وتجبدوا البولب يحب شوية لافورس هادي نحوها له هادي نحوها تقدروا تنحوها يعني قمة طيبوه وقمة تكونجليوه شوفوا تجبدوا ما تخافوهاش ها هلا هلا هايك تحصلوا على كيس بيض نقي ونحينا له سمحوا لي ما قلت لكمش مع الاول في الفيديو مزيه تفكرتها هذه هي كيما هنايا هنايا هاد الرجلين هنايا هنايا قدرت نحي مي بصح معليش ما نضاربش معاه بزاف باسكو هذا صغير تقدروا تنحولو كي ان شاء الله نغلوه نقدروا نحولو هاد الجلده هادي فاسيلمون دونك ما سي با لا بان نتعافر معاه فوالا هادي هي باش راني تذكرت قلت لكم